بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، أرحب بكم في هذا اللقاء الإيماني العلمي المبارك لنطرح فكرة جديدة، طالما انتظرنا أن يهيئ الله سبحانه وتعالى الظروف المناسبة لعمل أو لخدمة القرآن الكريم باستخدام أو بالاستفادة من الإمكانيات المذهلة التي توفرها التكنولوجيا الرقمية. والحقيقة أيها الأحبة، أود أن أرحب بأخي وصديقي الغالي الأستاذ الدكتور عادل صبور، استشاري البرمجيات، والذي يعني كان له بفضل الله خدمات جليلة لكتاب الله من خلال بعض الخدمات التي أداها في يعني خدمة الإعجاز العلمي، والتي سنلمسها تباعا إن شاء الله. طبعا الدكتور عادل متخصص في برمجة المواقع والتطبيقات وإيجاد الحلول لمشاكل الناتجة عن هذه البرامج والتطبيقات. ونحن الآن بفضل الله في صدد إعداد أكبر تطبيق في الإعجاز العلمي، إن شاء الله نسأل الله أن ييسره قريبا، وسيكون منه فوائد كثيرة إن شاء الله. اليوم أحبتي في الله، أحببت أن أناقش مع أخي وأخي الغالي الدكتور عادل موضوع يتعلق بترجمة القرآن. الترجمات المتوفرة للقرآن الكريم الحقيقة يعني بعيدة جدا عن الصواب، بعيدة عن الواقع، بعيدة عن الحقائق العلمية. يعني ذات مرة هناك بحث أعطيته لأحد الإخوة ليترجمه بعنوان البحر المسجور، فعندما وضعنا صور البحر المشتعل ووضعنا حقائق عن هذه اللافا المتدفقة من أعماق البحار وصور من جزر هاواي توضح أن البحر يشتعل، وفسرنا هذه الآية، فعندما وضع الآية ذهب إلى أحد المواقع التي تترجم القرآن الكريم للغة الإنجليزية، فترجم هذه الآية على أنها والبحر المملوء. وعندما رجعنا وجدنا أن كثير من التفاسير لم تشر إلى أن البحر يشتعل، لأنهم لم يروا هذه الظاهرة. هذه الظاهرة صورت حديثا، ولكن فهموها على أن البحر المسجور يعني هو البحر الممتلئ. فعندما وضع هذه الترجمة أضر كثيرا بالقارئ الذي لا يفقه اللغة العربية، فكيف نحدثه عن بحر مشتعل ثم نقول له يقول الله تعالى والبحر المملوء؟ وهناك الكثير والكثير والكثير من الآيات أيها الأحبة. طبعا أنا سأترك المجال لضيفي الحبيب أن يحدثنا عن هذه الفكرة التي سنطرحها إن شاء الله، وأسأل الله أن ييسرها قريبا بالتعاون مع من يسمعنا ويرانا، وهي فكرة أتمنى أن يكون هناك فريق عمل. طبعا سنستمع للدكتور عادل، تفضل. ربنا يجزيك كل خير يا رب. والله هو في موضوع ترجمة القرآن الكريم في موضوعات برمجية كتير أو تطبيقات برمجية كتير ممكن تكون أدوات مساعدة تساعد المترجم في أن يوصل للترجمة بشكل صحيح. فالموضوعات كتيرة، فناخد فكرة واحدة على الأقل يعني النهاردة، وإن شاء الله نبقى نحاول نعرض بعض الأفكار الأخرى في يعني فيما بعد. يعني في فكرة اللي احنا بنتكلم فيها البسيطة المبدئية، إن عندنا الترجمة بتترجم في الواقع الحقيقي يعني بتترجم بشكل تقليدي. الشكل التقليدي في الترجمة إن المترجم بيبدأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ويبدأ يترجم 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 لغاية لما يوصل لسورة الناس مثلا من الجنة والناس.
فالرحلة دي رحلة ترجمة يعني حضرتك عارف طبعا اكيد بتقعد سنين سنين. المشكلة الحقيقية ان المترجم لما يمشي بالاسلوب دوت بيحصل مشكلة، انه بيبدأ في بداية الكتاب، في بداية الكتاب عنده قناعات وعنده مخزون علمي من الكلمات والتعبير مختلف تماما عما يحصل عليه في نهاية الكتاب، فبالتالي بيبدأ يعبر بأساليب ممكن يكون كلمات مختلفة وأساليب مختلفة عن جمل أو كلمات أو عبارات تكاد تكون متطابقة هو عبر عنها بشكل مختلف في أول الايه، في أول الكتاب. دي مشكلة كبيرة جدا، فلاقي كلمات زي مثلا كلمة أبواب، مثلا أبواب جهنم أو أي أبواب اللي يترجمها في بعض المواضع جيتس وبعض المواضع دورز، وأجي أنا أبحث ألاقي مشاكل كبيرة جدا في البحث. صحيح، وهذه مشكلة حدثت معي أثناء ترجمة بحث عن أبواب النار. فعندما نحن قلنا إن أبواب جهنم سبعة، لها سبعة أبواب، وأبواب الجنة الثمانية، المجموع 15. فعندما قمنا بجمع الآيات التي تتحدث عن كلمة أبواب وجدناها بالضبط 15 آية بعدد أبواب جهنم والجنة. ولكن عندما قمنا بترجمة هذا البحث فبحثنا عن كلمة أبواب، فكان هناك آيات بمعنى دورز وآيات كما تفضل بمعنى جيتس، مع العلم أن الكلمة القرآنية ثابتة. فهنا يجب أن يكون لدينا، كما أن الكلمة القرآنية ثابتة يجب أن تكون الترجمة ثابتة. تفضل. بالضبط، كلام دقيق. ولذلك يبقى لازم يبقى يحصل عملية الترجمة تحصل على ده أول بروجكت، يعني أول مشروع ممكن يتم يعني الناس تتبناه، إن الترجمة تحصل كوحدات. يعني إيه كوحدات؟ أنا عندي الترجمة هتوصل على ثلاث مستويات، يا إما العبارة يا إما الآية القرآنية يا إما الكلمة. عندي الثلاث دول الثلاث مستويات اللي ممكن نشتغل عليهم. العبارة طبعا ممكن تكون جزء من الآية أو مجموعة آيات دي عبارة على بعضها، أو ممكن والآية معروفة اللي هي المرقمة عندنا في كتاب الله، والكلمة اللفظية العادية جدا. فالثلاث مستويات دول لازم يتم ترجمتهم كوحدات، بحيث إن الوحدات دي تساعد المترجم بأن هو يوصل للترجمة بشكل أفضل. بمعنى إيه؟ الأول لازم يحصل عملية تصنيف للآيات أو العبارات أو الكلمات. الكلمات سهلة، الكلمات في الناس اللي بتعرف برمجة الكلمات سهلة خلاص. أنا بالنسبة لي كلمة النار خلاص، فكل ما هتقابلني في المصحف كله هفكرك إنك أنت ترجمتها بكلمة مثلا فاير مثلا خلاص. فخلاص فأول ما تيجي الكلمة دي تاني هو بيساعد المترجم في إن أنت ترجمتها قبل كده بنفس الكلمة. وكذلك في المشكلة اللي كنا حكيناها مع حضرتك من شوية هي كلمة أبواب، هو ترجمها مرة دورز وعرفنا إن دي دورز خلاص، هو اعتمد كلمة دورز ولم يعتمد كلمة جيتس أو العكس، مش مهمتي أو دي مش قضيتي، دي المترجمين يفهموا أكتر مني فيها. لكن أنا عايز البرنامج بتاعي يساعده في إنه لما يجي يترجم تاني وتظهر معاه كلمة أبواب تاني يبدأ البرنامج يساعده يقول له أنت ترجمت قبل كده بنفس الكلمة دي بمعنى كذا، فيبدأ يتذكر إن هو كان ماسك الكلمة دي، فإما غيرها في كله إما ثابتها في كله، لأن هي نفس اللفظ القرآني ثابت، يبقى المفترض الترجمة بتاعتك أنت كمترجم واحد تبقى ثابته. ده بالمستوى الكلمه تمام. اما مستوى الايه فالايات هنا لازم يحصل لها عمليه تصنيف هي والعبارات. التصنيف دوت لازم يتدخل فيه اهل القران، يعني اهل القران يحطوا رايهم في التصنيف. يعني مثلا واحد بيقرا مثلا الحمد لله رب العالمين فيصنفها مثلا ان فيها من الدعاء من الثناء من مش عارف ايه، فيبدا يعمل شويه تصنيفات. يعني من الاخر لو انا عايز اتكلم تفصيلي شويه كبرمجه، يبقى انت لو بتعمل برنامج زي ده هيبقى عندك الجداول اللي هتبقى بتستخدمها عشان تعمل قاعده بيانات الخاصه بالقران الكريم، مثلا جدول السور السور القرانيه وجدول مثلا الايات، فتقول كل سوره فيها مجموعه من الايات، الايه بتبقى موجوده في سوره واحده حتى لو تشابهت. وبعد كده بيبقى عندك حاجه اسمها التصنيف، خلاص جدول التصنيف ده كل مصنف بيحط التصنيفات طبعا لو على موقع او شيء يبقى افضل، بحيث ان يبقى فيه اكبر عدد من المصنفين يشتركوا في في في, في التصنيف الايات، واكبر عدد من المترجمين يترجموا، ويبقى في اختيار لافضل الترجمات وكلام زي كده. فيبدا التصنيف ان انا اقول والله الايه دي فيها ثناء او فيها دعاء او فيها مثلا فيها وصف لذات الله او فيها، ويبدا يحط التصنيفات اللي هو عايزها، كل تصنيفات. ممكن الايه الواحده تصنف اكتر من تصنيف او العباره، والتصنيف يصنف فيه طبعا اكتر من ايه او اكتر من عباره.
وبالطريقة ده هيبدأ يحصل تصنيفات لمين؟ للمؤلف، للمترجم بقى. احنا هنساعد المترجم في ايه؟ مترجم مثلا دلوقتي بيتكلم على مثلا الميراث، فالمفترض لما يخش على تصنيف كلمة الميراث هيطلع له كل آيات الميراث مثلا 20 آية 30 آية 40 آية زي ما يكونوا، هيبدأ يشوف ان هو بيترجمهم، يبدأ ايه البرنامج يساعده في ان هو الحجم بقى أقل، وما ينفعش وانت بتتكلم على الميراث وبتتكلم بألفاظ معينة ترجع بعد مثلا 5-6 شهور وانت عملت في رحلة الترجمة بتاعتك تستخدم على نفس الموضوع تستخدم كلمات أخرى، فطبعا بتعمل تعارض جامد جدا للي بيقرا بعد كده. تمام، بتعمل تعارض للي بيقرا بعد كده. فاحنا البرنامج بتاعنا المفترض يبقى في فكره التصنيف، ممكن يبقى مصنف او اكتر، كل مصنف بيحط رايه. انا ما يهمنيش المترجم في الاخر، هو عايز طبعا احنا اتفقنا هنساعده بالكلمات وهنساعده بالتصنيفات، فلما يجي يصنف يدور مثلا على ايات الطبيعه، الجبال، البحار، مش عارف ايه، هو ترجم بعض الكلمات فيبدا البرنامج يطلع له. ممكن البرنامج طبعا يساعد برمجين، ودي سهله، ان الكلمات المتشابهه يبدا يطلع له المتشابه بتاعها. يعني ايه؟ انا ترجمت دلوقتي مثلا الايه فيها كلمه السماء والارض مثلا، فما فيش مشكله خالص ان البرنامج يقدر يطلع له كل الايات اللي في القران الكريم اللي فيها كلمه ارض او فيها كلمه ايه او فيها كلمه سماء كتصنيفات اخرى. فانا وبترجم الايه دي فجالي كل الايه الايات الاخرى اللي فيها نفس كلمات الارض والايه والسماء، فيبدا يحصل عنده ايه ان مجموع الايات اللي بيترجمها دلوقتي كلها ايات ايه متقاربه في المعنى او فيها الفاظ متشابهه او كده، فيبدا الوحدات اللي بناها في الترجمه تبدا تستخدم بشكل بسيط. وده برنامج بسيط جدا، ان لو اتعمل موقع ويب وبقى فيه مصنفين كل واحد بياخد يوزر نيم وباسورد وبيخش يصنف الايات وكلام زي كده، والبرنامج بيساعد بالكلمات، وبعد التصنيفات المترجمين بيقدروا يخشوا يشوفوا الايات وهكذا. المعاني بقى، قصة المعاني دي محتاجة شغل كتير، لأن المعاني كل مترجم بيترجم طبقا للمعاني اللي هو بيفهمها، اللي في الغالب المترجمين بيجيبوا مثلا تفسير يكون بسيط ويحاولوا يفهموا المعاني ويترجموها، بس ما ينفعش، لازم يراعي فكرة ايه، فكرة زي ما دكتورنا وضح، ان ما ينفعش كلمة النار دي تستخدمها لها معنيين، كلمة ابواب تستخدم لها معنيين، كلمة ميراث تستخدم لها معنيين، لا خلاص طبعا انت استخدمتها بكلمة تبدأ تستخدم نفس الكلمة في كل المواضع، ويبقى في تحديث للمعاني، معاني الكلمات، لان احنا طبعا يعني التفسير طبعا القران لم يمس وزي ما هو، لكن كل التفسيرات والابحاث اللي بتطلع والحاجات دي كلها رؤى، بنحاول نقرب ونفهم كلام الله، لكن اصل كلام الله كما هو مظبوط. فاحنا لما يجي بتجدد فكرتنا ورؤيتنا نحو كتاب الله، مش بتجدد كتاب الله خلاص. فلما نلاقي مثلا البحر المسجور كنا بنفهمه بمعنى وبعد كده بنفهمه بمعنى تاني، فلازم الترجمه تبدا تتحدث، مش هينفع نقف هي دي الترجمه خلاص اللي اعتمدت وخلاص الموضوع انتهى، لا محتاجين ايه تطوير. طبعا دي 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 يعني سبب من الاسباب اللي لازم نستخدم البرمجه ونسهل عمليه الترجمه على الناس، لان اغلب الابحاث، ويمكن انت حضرتك اللي ليك الموضوع دوت يعني تقدر تدلو دلوك فيه، لكن اغلب الناس بتقول ان نسبه استخدام الكلمات في الترجمات الحالية اللي موجودة وإعادة ترجمتها أو بألفاظها بألفاظ أخرى، يعني مثلا كلمة دورز وبعد كده كلمة جيتس موجودة بقد إيه في الترجمات الموجودة، في بعض الكتب وبعض المباحثين بيوصلوا 90%، يقول لك في 90% اختلاف، وفي ناس بتوصل 80% اختلاف، وطبعا ده عدد رهيب لا يساعد طبعا الناس اللي هي بتقرأ باللغات الغير عربية في إن هي توصل للإيه، توصل للي هم بيدوروا عليه بشكل يكون بسيط او سهل. يعني دي كانت فكره بس بسيطه للفكره، لفكره ان احنا نترجم طبقا لوحدات مترجمه ونبدا ايه نوزعها. تمام، بارك الله فيكم. طبعا يعني احبتي في الله، بالفعل الذي يطلع على ترجمات القران موجوده حاليا بلا استثناء ضعيفه جدا، وبخاصة آيات الإعجاز العلمي، لأن الذي ترجم غالبا لم يكن مطلعا على أحدث الحقائق العلمية، لأن القرآن الكريم كتاب معجز، لابد أن يكون لديك خصوصا ربع آيات القرآن آيات إعجاز علمي، ربع آيات القرآن فيها إعجاز علمي، فهذه لا يمكن إذا الإنسان لم يكن متمكنا من
التفسير العلمي للقرآن الكريم سيجد مثل هذه المشاكل. كذلك الكلمة القرآنية ثابتة، يعني لا يجوز أن تضع كلمة مكان كلمة في القرآن، يعني كلمة جاء تختلف عن كلمة أتى، كلمة سمع تختلف عن كلمة استمع، فرق كبير في القرآن الكريم. مثال سريع: استمع، كل الناس تستمع ولكن ليس كل الناس تسمع. مثال: لنفرض جاء شخص يتحدث الآن اللغة الصينية، هذه اللغة كلنا نستمع إليه، الذبذبات الصوتية تدخل ونستمع، نحن مستمعون، ولكن من الذي يسمع؟ الذي يمكن أن نقول إنه يسمع هو الذي فهم هذه اللغة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، بينما عندما أمر المؤمنين لم يقل وقالوا استمعنا، قال سمعنا وأطعنا. سمعنا أي فهمنا الأمر وطبقنا هذا الأمر. إذن كلمة سمع تختلف عن استمع. فرعون استمع إلى نداء الحق ولكنه لم يسمع، لم يترجم في دماغه ولم يستجب له. إذن لا يجوز أن تضع كلمة مكان كلمة في القرآن، لابد أن يراعى ذلك. لذلك فكرة، يعني الفكرة التي نود أن نطرحها هي وضع قاعدة بيانات لكلمات القرآن ولعبارات القرآن وتوضع على شكل برنامج. هذا البرنامج فيه تصنيفات: موضوع علم الفلك، الطب، البحار، كذا، العبادات، الأخلاق، المعاملات، الرحمة، كذا، كل هذه الأمور. وبحيث أنني أنا عندما أريد أن أترجم وتصادفني آية فيها كلمة أبواب، مباشرة البرنامج يحدد لي كلمة أبواب، ما هي الكلمة التي ينبغي أن أستخدمها، وهكذا نحافظ على الكلمة من أول القرآن إلى آخره. وهذا الأسلوب لم يتبعه أحد من قبل، لأنه حتى الآن للأسف الشديد الجهود جهود شخصية وفردية ولم تعتمد تستفيد من التكنولوجيا الحديثة. وبالتالي إن شاء الله أنا أود أن يعني يكون هناك ما يشبه فريق عمل، كل يدلي بدلوه، نود نصائح، من لديه خبرة في اللغة الإنجليزية يتواصل معنا، من لديه خبرة في البرمجة ويحب أن يشارك ويساهم في هذا المشروع الذي من المؤكد أنه سيخدم كتاب الله كثيرا، وبخاصة أن اليوم هناك تشويه كبير جدا جدا لهذا الدين الحنيف. فمثل هذا المشروع يمكن أن يساهم في تصحيح نظرة غير المسلمين إلى هذا الدين الحنيف. ويعني أترك المجال للدكتور عادل ليشرح لنا خطوات عملية، يعني أنا أريد خطوات عملية، كيف يمكن أن نبدأ هذا المشروع وأن نضع مثلا مثل إيميل، رقم تليفون، واتساب، يعني من يشاهدنا الآن يتواصل معنا يعني الاستفادة من خبرته، ولنبدأ خطوة عملية عسى أن يعني ييسر لنا الله تعالى، وهو القائل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فعسى الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا من يعيننا على هذا العمل الكبير إن شاء الله. خطوات عملية. خطوات عملية. الأول طبعا إن شاء الله نحط إيميل أو حاجة في تعليقات الفيديو عشان يبقى يفضل موجود وناس تشوفه، ممكن الناس تبدأ تواصل عليه. الفكرة كلها ببساطة محتاجين إن احنا والله نعمل أناليسز للفكرة بشكل يعني تفصيلي، ونبدأ والله لو في ناس عايزة تبدأ وتشارك نبدأ نشوف الريسورسز اللي هتيجي دي أو الناس اللي هتيجي دي،
ممكن الناس تشتغل على داتابيز هتعمل ايه، الناس هتشتغل على الابلكيشن بتاعنا هتعمل ايه، الناس هتعمل شغل على الويب انترفيس هتعمل ايه، وبعدين ازاي العمل ما بينهم هيتم تجميعه بحيث ان ده هيبدا يشتغل الجزء ده، هيبدا يشتغل الجزء ده، هيبدا يشتغل الجزء ده، لغايه ما نطلع طبعا بالتطبيق. ودي يمكن شويه تفصيليه، مش عايز اخش في تفاصيل قوي لان ممكن يكون ناس كتير ممكن تكون مش انترستد او مش حابه ان احنا نخش في تفاصيل الموضوع بتاع البرمجي، لكن ده هيبقى مع الفريق. اول ما طلع البرنامج وخلص او الموقع نبدا نتواصل مع زي مشايخنا بقى يبداوا يصنفوا لنا، يبداوا يحطوا بقى طبعا البرنامج هيساعدهم ان شاء الله برضو في التصنيف زي ما قلنا بالكلمات والمتشابهات وكلام زي كده، ويبدا هم يبداوا يصنفوا الايه دي، يحطوا رؤيته وده يحط رؤيته وده يحط رؤيته بحيث يبقى عندنا تصنيفات. وكده اتواصل مع مترجمين اللي هم بيجي مرحلتهم المرحله الاخيره بقى اللي هو البرنامج بيخدمهم اصلا، انه بقى يبدا يبحث بقى بالتصنيف يشوف الكلمات اللي استخدمها قبل كده تطلع له ما يحس ما يطلعش بعيد عنها، المعاني الحديثه تبدا تنزل في الموضوع بحيث يبقى فيه كذا تفسير. احنا عندنا معروف مثلا جوجل ترانسليشن، مثلا تدور على كلمه بيطلع لك اكتر من معنى ليها ويحط لك في كذا جمله، فلازم التراجم دي تنزل بالشكل ده، يبقى في عندي الايه طالما ليها كذا رؤيه لازم ينزل تفسيرات الرؤيه الرؤى المختلفه بحيث ان يبقى فيه مجال اوسع للي بيقرأ انه يفهم ويشوف المعاني، لان طبعا احنا بنترجم معاني كلمات مش بنترجم كتاب الله، لان ترجمة كتاب الله طبعا صعبة يعني، بنترجم المعاني، فلازم اللي هنا كل واحد بيحط معناه، فاحنا لازم نحط اكتر من معنى للسياق، يعني مزجور معناها كذا وفي ناس قالوا معناها كذا وفي ناس قالوا معناها كذا، ما فيش مشكلة ان احنا نطرح الافكار المختلفة. يجي بقى الحاجة الاخيرة زي ما قلنا اللي هو مين المترجم، يبدأ يترجم الايه التراجم دي، وبعدين بيبدأ نعمل ايه، نبدأ نعتمد مجموعة من التراجم تكون مظبوطة وتبقى متاحة بشكل مجاني للناس تستفيد تتعلم منها. دي الخطوات البسيطة اللي ممكن تتبع لغاية لما ده يوصل لإيه، يوصل للنور يعني. دي في أول فكرة في مساعدة للترجمة، طبعا في أفكار تانية لمساعدة للترجمة مش دي بس الفكرة الوحيدة، لكن خلينا نتكلم نرد على الفكرة دي، ودي الخطوات اللي احنا ممكن نتكلم بها. بالنسبة لي ممكن إن شاء الله نحط الإيميل، نحط إيميل لدعم الفكرة او الافكار اللي جايه ان شاء الله، استاذنه بقى يعني احاول استغله في ان احنا نعرض اكبر كم ممكن من الافكار المفيده، سواء حتى لو في فريق اجتمع حتى لو من غيرنا وحب يعمل الفكره يعملها، يعني ما عندناش مشكله يعني استفاده يعني. واللي حابب ان شاء الله نحط ايميل بحيث ان هو عايز يتواصل يبعت رساله ونبدا نشوف هنكون فريق عمل ازاي، سواء كان في الترجمه او كان في التصنيف او كان في البرمجه او كان في الافكار الاخرى او الاضافات او كلام زي كده، فان شاء الله نحطها بعد ما شاء الله. بارك الله بكم. طبعا لا أريد أن أطيل عليكم هنا، فقط لدي تعليقات. أحد الأخوة يقول نريد برنامج إحصاء القرآن على أندرويد. طبعا دكتور عادل يعني شغال على هذا الموضوع، إن شاء الله نسأل الله أن ييسره قريبا هذا التطبيق المهم جدا يعني والذي سيخدم القرآن، يعني نعمل عليه إن شاء الله قدر المستطاع. وتعليقات كثيرة تقول القرآن عربي لا يترجم. بالفعل اللغة العربية لا يمكن أن تجد، وبخاصة القرآن كلماته حساسة جدا ومعقدة ولها معاني متشعبة، ولكن أيها الأحبة يعني نحن نحاول أن نضع قاعدة بيانات أو برنامج يسهل على المترجمين الترجمة، وهذا ليس فقط باللغة الإنجليزية بل بكل لغات العالم. يعني هذه القاعدة، قاعدة بيانات، ستكون مفيدة لكل اللغات. صحيح. وبرضو يعني الناس اللي أنا في التعليقات يعني الناس اللي بتقول إحنا إن أنزلناه قرآنا عربيا معناها يعني ما نترجمش، لا طبعا مش معناها كده يعني، أكيد يعني إن في ناس مسلمين غير عرب محتاجين يفهموا كلام الله، فدي يعني ده يعني بذل مجهود يعني ان شاء الله يكون، احنا نامل ان يكون ربنا يعني مدينا فيه او اي حد بيساعد في نشر كتاب الله. قواعدهم بتختلف، ايه المشكله يعني؟ ده رزق ان قواعدهم بتختلف، وناس كل زمن ناس تيجي وتساعد في توصيل كتاب الله للاكبر كم ممكن باللغات المهجوره واللغات اللي طالما لغات موجوده يبقى لازم الناس تترجم لها بحيث يوصل. تمام. المسلمين والعرب، طب خلاص العرب موجودين وبيعرفوا يقروا، طب خلاص والباقي يعني اكيد طبعا الموضوع محتاج اضافه. فان انزلناه قرانا عربيا فعلا عشان يفضل محافظ على المعاني، وكل شويه عم نكتشف فيه
وتبدأ التراجم دي بس زي بالضبط زي أسلوب تفسير. احنا بس بنقول ده التراجم دي عبارة عن تفسير آخر للقرآن الكريم بس بلغة الايه بلغة يفهمها زي ما قلنا تفسير معاني كلمات القرآن الكريم بحيث الناس تفهم ايه الكلام دوت، وإلا هنخلي العالم كله يتعلم اللغة العربية، وطبعا ده الحل الأصعب يعني. فده بس كان رد على بعض التعليقات. أنا أشكر أخونا الدكتور عادل، وننتظر ملاحظاتكم واقتراحاتكم أحبتي في الله، وإن شاء الله دعاؤكم أيضا هو الأهم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن ييسر هذا الأمر إن شاء الله، وييسر من يعني يحبه ويرضاه ويخدم هذا العمل المبارك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.